السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم، وكل سنة وانتم طيبين وتعدلوا بخير يا رب. النهاردة طبعا هنعمل فيديو سريع طبعا عن الموقف اللي هز العالم كله، او الترند اللي هز العالم كله. الترند ده اللي ناس كتيرة قوي بتدفع فيه ملايين بل مليارات كل سنة، بالذات في شهر رمضان، علشان خاطر تحاول تمحي اي مظهر مظاهر الاسلام، او يخوفوا الاسلام، او يزودوا موضوع الاسلاموفوبيا سواء في الغرب او حتى بين العرب وبين المسلمين الملتزمين. الموقف ده، الصوره دي لو زي ما انتم شايفين كده، الصوره دي بقت ترند عالمي بالمناسبه، مش مجرد ترند عربي او مصري، لا ده بقت ترند عالمي ولاقت مليارات المشاهدات والاستحسانات، يعني طبعا على مستوى جميع انحاء العالم. الفكره هنا بس ناخد لقطتين اتنين في الموضوع دوت، عشان بس يعني الناس طبعا كلها فرحانه، ودي حاجه طبعا تفرح الناس، وتقريبا كل المسلمين الملتزمين المحترمين حبوا الموضوع ده جدا، وحسوا ان في حاجه بتحصل بايد ربنا سبحانه وتعالى مش بايد حد. يعني قطه وشيخ عملوا مشهد، يعني اتكلموا عن الاسلام بشكل، ما يعني تقريبا لو جبت مئات الشيوخ والخطب والمواعظ والجماعه طبعا اللي شغالين في الدعوه سواء في اوروبا او في امريكا او حتى في العالم كله بجميع اللغات، ما كانش هيبقى ابلغ من اللي حصل ده. زي ما قلنا في مشهدين بس في اللقطه دي، او اللفتتين كده، حابب بس اوضحهم لحضراتكم. اللفته الاولى هي لفته القطه، ان الفكره اللقطه نفسها، يعني لو في بعض الناس المشككين انه يجي يقول لك اه والله نظريه المؤامره، يقول لك اه ده اكيد قطه مدربه وحبوا يعملوا اللقطه دي مستبعده تماما، لان ما حدش يقدر يروح للحته دي، لان مش من الطبيعي اصلا عندنا في المساجد ان في حد بيربي قطط او بيروح المساجد بقطط او بكلاب او ما شابه. فده معناها ان القطه دي اصلا دخلت المسجد بشكل عفوي جدا، والكل يعرف ده. ففكره ان هم يحاولوا يفبركوا، يقول لك اه لا والله اصل الشيخ ده ممكن تكون قطه الشيخ او بتاعته هو بيجيبها مع المسجد، ما فيش الكلام ده. فده يقول لك ان عفويه اللقطه دي ما حدش يقدر ينكرها، وده كان واضح جدا. ده الجزء الاول، وان ازاي الشيخ تعامل معاها بتلقائيه شديده جدا وهو بيقرا قران. الشيخ طبعا وليد مهساس اللي هو الجزائري، الشيخ الجزائري، وهو في قراءته عادي جدا، وكما لو كان شيء لم يكن، وكميه الحنان يعني زي ما قلنا كده، حن على البتاعه وبيحسس عليها، وطلعت هي على كتفه وبسته ونزلت لوحدها. يعني ده بحد ذاته بس هو ده ابلغ رد على الناس، ده الملمح الاول ان هي فكره عفويه اللقطه. الجزء الثاني وده الاهم، هي صوره الشيخ وليد نفسه، وليد نساس نفسه، صورته وهيئته اللي هي طبعا الدقن الكبيره الكثيفه وزديبه الصلاه والطاقيه. الصوره دي يا جماعه دايما الغرب او الناس اللي عندهم اسلاموفوبيا بيحاول يصور لك ان الناس، حتى في الدراما بتاعتنا للاسف، الدراما القذره بتاعتنا الدراما العربيه، بيحاول يصور لك دايما ان الدقن دي هم دول الارهابيين، والزبيبه الشكل الهيئه بتاعت الشيخ وليد اللي هو الامام ده، ان هو ده راجل، ده رمز للانسان المسلم المتخلف التكفيري الارهابي اللي 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 واخرها طبعا الواد ابن محمود عبد العزيز، مش عارف اسمه احمد ولا محمد، اللي هو قايم بدور مش عارف في مسلسل اسمه حضره العمده، عشان تقريبا هيغيروا بعدها غيروا قوانين جديده على فكره، خدوا بالكم. يعني المسلسل بتاع حضره العمده ده تقريبا في واحده بقت عمده ست، هما يعني سيسي بيعمل الفتره الاخيره حاجات كده، بعد ما رمضان يخلص هيقول لك اه ده المسلسل ده نجح زي مش عارف امل فتحي الحربي، ويبدا ايه يقوم مطلع لك كام قانون كده محطوطين في الدرج مجهزينهم. يعني المهم مش موضوعنا يعني. فهو طلع بالشكل ده، بالصوره دي، بالهيئه دي، بالدقن، بالزبيبه، مش عارف ايه، بنفس الهيئه بالظبط، اللي هو راجل متخلف تكفيري متشدد متزمت في كل عيوب الدنيا. فشاء السمين عليه ان تيجي نفس الهيئه دي بنفس الشكل، حتى الرسوم الكاريكاتير الغربيه اللي بتهاجم المسلمين تحديدا بيجيب لك نفس الهيئه دي، ان هم دول الارهابيين وهم دول اعداء البشريه وهم دول اللي بيقتلوا وبيدمروا. فسبحان الله تيجي نفس الهيئه دي هي نفس الراجل اللي طبطب على القطه وحن عليها واتمسح بيها، والقطه طلعت على كتفه وبسته ونزلت. فسبحان الله هي دي اللقطه، ان فعلا المشهد ده او الكاركتر ده او الصوره دي هو اللي دايما متصدر للغرب، انه ده الشخص ابو دقن ابو زبيبه التكفيري. وسبحان الله يعني دي جت من عند ربنا. فهم دول كانوا اللقطتين اللي حبينا بس نشير ليهم، بما ان ده طبعا ترند عالمي، والترند زي ما قلنا يفرح الناس كلها على فكره، ما يزعلش حد. يعني لو حد زعلان من اللقطه دي، بالذات من المسلمين، بالذات من الناس اللي في مصر، بالذات الناس اللي دفعت مليارات علشان خاطر تحاول تتشوه صوره الاسلام، ويحاولوا يصدروا ان الشكل ده او ان التيمه دي هي دي اللي شكلها وحش، وهي دي الناس الوحشين، وهم دول الناس الارهابيين والتكفيريين، وبقالهم 3 4 سنين شغالين على الموضوع ده. فسبحان الله
قطه قطه وشيخ. وكل عام وانتم بخير، وربنا يا رب ينصر الاسلام والمسلمين في كل مكان، وينشر الاسلام في كل مكان يا رب، ويعم الخير والسلام في جميع بلاد المسلمين وغير المسلمين. سلام، ونشوفكم في فيديو جديد.